مرحبا بنات، لكل بنت بدها جسم مرتب وتحرق الدهون وتقلل من نسبة المي بجسمها، بنصحك تحطي بنظامك المشد الحراري. المشد الحراري من بلاك لروج بيعطي نتائج جدا جميلة من ناحية الوزن على الميزان ومن ناحية شكل وشد، لأنه هو بيعمل على حرق منطقة الزنود، منطقة الخصر والبطن ومنطقة الأفخاد، وبيعمل على رفع الأرداف. فهو بتقدري تلبسيه لو كنتي رياضية فيك تلبسيه للجيم، ولو كنتي ما تلعب رياضة فيك تلبسيه في البيت، فيك تحطيه وانت تحضري موفي وانت بالمطبخ، أو حتى لو رايحة المال فيك تلبسيه تحت العباية. فمن ناحية اللبس هو جدا مريح وسهل وخفيف، وفي منه مقاسات تصل ل 150 كيلو. فانت حطي يوم باليوم، حطي ساعة ساعتين وبعدين شيلي وشوفي كل الماي اللي بتطلع من جسمك. بحب اقولكم انه بس وانا عم بصور الفيديو اوريدي عم بحس بالحرارة، وخليني اشوف معاكم اذا طلع مني ماي.